خيرة وترف الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار يا مالك ذخيرة، ترف ترف ذخيرة ذخيرة ترف الشلفة بالانتظار، الشلفة الغالية ذخيرة وترف ذخيرة وترف، ولكن العامري عمار يا العامري عمار، تهانينا والناموس بن قريع بن سالم بن روس العامري، وينتزع الشلفة الفضية للحقائق البكار الانتاج مع ذخيرة التي جاءت وانتزعت الناموس. ناصر بن قريع العامري، كيف الحال وسعداء بوجودك وتستاهل الناموس. قبل المقابلة تقول عندي شغل، الشغل خلاص خلت الشلفة خلاص الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الشغل اللي وراك كنت مشتط قبل شوي، وين الحين تقول قبل شوي خلصنا عندي شغل وانت خدت الشلفة خلاص؟ عندي شغل، عندي طلعة مكترتبات، عندي يومك كيف الحلال؟ والله عندنا حلال. شايف الرموز ولا خلاص؟ لا رموز خلاص خلاص خلاص، ما دام الرموز خلاص ارتاح يعني الامور طيبة الحمد لله على كل حال. الله يفرح. سلالة الذخيرة لا بس السلفر بعير عندنا والام بعد من انتاجها بس شالين كليلي. مشاركتها قبل الليلة هذه رابع اشتراك لها، اشتراكين سبق وبكر، هذه اشتراكها وبارك فيها يعني بكر، حتى لو تشوفها في الشوط صعبة ما عندها سبوق بس نوعية. سبوق الحمد لله حضر نوعية الحمد لله ما شاء الله. كم حقة اخترتها من كم العدد الحقائق اللي اخترتها في الرمز؟ تقريبا حول 30. اخترت نوع البكرة؟ اي بل يعني اختار نوعية. نوع صح النوعية هذا هي بينت نعم بادائها. نعم الناموس الهلزاخر الليلة كيف المعنويات ونواميس من زاخر؟ لمتاب لمتاب لمن تهدي ناموس؟ هديه لمحبين الشعار والوالد الغالي. والميدان زاخر؟ والميدان لا ميدان صبره. ميدان صبره اكيد ميدان صبره. اي بل مسيح صبره. أيه. بيض الله وجهك وجعلنا مسلم دائم. شكرا جزيلا. العفو. بيض الله وجهك.